صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. يا رب كده كل الناس تبقى بخير. الدنيا برد جدا 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 النهارده، نتدفى كده كويس. والنهارده انا كنت عامله منيو مختلف تماما عن اللي هعمله دلوقتي، لان الناس كتير طلبت مني ان احنا نعمل عدس، فهعمل عدس هعمله كده يعني عدس طبعا بطريقه عاديه خالص تقليديه جدا، بس الخطوات هتبقى مختلفه شويه وهيدينا نكهه حلوه جدا. هعمله بالسمنه البلدي وهحمره الاول. بصوا الطريقه لطيفه قوي قوي وجربوها على طول، هتحسوا بنكهه مختلفه. هي في الاخر هتبقى شوربه عدس عاديه، بس في الاخر النكهه مختلفه تماما عن اللي احنا متعودين عليها، هتبقى اطعم بكتير. عندنا هنا بطاطس متقشره، عندنا عدس احمر، عندنا جزر، عندنا كوسه، عندنا كمان بصل، وهنزود كمان طماطم. خلاص عندنا مستكه، فصوص ثوم، مكعبات مرقه خضار، سبع بهارات وكمون وسمنه بلدي او زبده، شعريه وبصل مبشور. الشعريه وبصل مبشور كده كده يعني احنا هنعمل شوربه عدس عاديه وفي شوربه هنزود عليها الشعريه. خلاص هنا هحط السمنه البلدي حبه كده حلوين، وهحط هنا المستكة. بصوا ساحت على طول، انا عايزاها تسيح خالص. ماشي، مع ثلاث فصوص ثوم مع السمنة البلدي، هنا هحط مية سخنة. الميه ما نحطهاش كتير، انا عايزه يا دوبك الميه تغطي بس الخضار والعدس، خلاص ما تبقاش ماليه قوي عشان يبقى العدس تقيل كده. حاسين ان احنا محتاجين نزود شويه، مفيش مشكله. هنستخدم في الوصفه دي سمنه او زبده، خلاص عشان الطعم اللي انا بقول لكم عليه ده. هجيب الجزر كده واحطه هنا كده، كله كده يتشوح كويس قوي. طيب عقبال ما ده يتشوح هجيب الشعريه هنا واحمرها. طبعا دايما بقول يبقى عندنا، يفضل يبقى عندنا شعريه ولسان عصفور جاهزين ومتحمرين في برطمانات. هحط بس معلقه زيت. لما نيجي نشوح الشعريه او لسان العصفور يفضل الماده الدهنيه اللي نستخدمها زيت، او حتى الحله تبقى سخنه قوي او الوك، ونفضل نقلب لحد ما تتحمر. بلاش سمنه او زبده في الاول لانها هتتحرق. خلاص هحط بقى البطاطسايه برضو تتشوح، بقطعهم عشان ايه كله ياخد النكهه بتاعت السمنه البلدي مع المستكه وفصوص الثوم. لذيذه جدا، وطعم الشوربه بيختلف تماما عن لما احنا نحط كله ويتسلق. ارقام التليفونات هتنزل عندكم دلوقتي عشان اللي حابب ان هو يستفسر عن اي حاجه. النهارده هنعمل كفته، انتوا برده كنتوا طالبين مني كفته، غيرت المنيو خالص امبارح، كنتوا طالبين مني كفته مشويه. هنعملها برده بطريقه ظريفه جدا مع العدس، بحيث ان احنا نشرب شوربه عدس النهارده وناكل كفته. يعني عامله وصفتين النهارده موجودين عندنا في كل البيوت، سواء لحمه مفرومه، خضره معاها بهارات، او عدس مع خضار. وهنعمل كمان بقى لو في وقت هنعمل مشروب كده لذيذ جدا يدفينا، ده اللي ممكن ان يبقى ما عندناش منه، ممكن نطلب السوبر ماركت. الحاجه هتبقى ايه يعني حاجته حتى سهله برضه، المهم عندنا الاكل اللي هيدفينا النهارده. طيب
البصل برضو كده يتشوح. لو تعرفوا الريحة اللي طالعة عندي السمنة البلدي بالمستكة، ريحة لذيذة جدا. ولو ما فيش سمنة بلدي اعملوها بالزبدة وحطوا برضو المستكة بالطريقة دي لحد ما تسيح خالص. المستكة طالما اللي احنا بنشتغل فيه سخنة قوي هتلاقيها ساحت خالص كده اهو. ماشي، الكوسة ما ننساش ده خالص كده. الكوسة دي جديدة برضو، هتدي طعم حلو، وفي نفس الوقت اللي ما بيحبش الكوسة مش هتبان اصلا، فدي فرصة ان احنا ندخلها جوه شوربة العدس. يعني الكوسة من الحاجات اللي مش محببة عند ناس كتير، ففرصة ان انا ادخلها جوه شوربة العدس، وفي نفس الوقت هتسكرها وتخلي طعمها حلو قوي. شايفين شكل الخضار حلو ازاي؟ بصوا الالوان جميلة جدا، والريحة بجد حلوة قوي. يعني انتوا هتجربوها وتقولوا لي فعلا يا غدا الريحة كانت خطيرة واحنا بنشوح الخضار. هحط بقى ايه؟ رشة كده من الفلفل الاسود مع رشة ملح، واقلب مع مكعب من مرقة الخضار اللي عايزاه يسيح برضو جوه السمنة البلدي. خلاص، اول ما احس ان هما اتشوحوا كويس قوي هحطهم عقبال ما اشوح برضو العدس. اللايف اشتغل. مين ماشي يا بسنت. شوشو مبارك، بحبكم. انا شيماء من السودان. شكرا يا شوشو. مروة الحداد، يا مروة العدس هيعجبك قوي بجد. انا في حد من العراق بس انا مش فاهمة اللغة قوي. محمد القناوي، صباحك ورد من جنوب سيناء. شكرا يا محمد. اخبارك ايه في البرد النهاردة؟ ابو محمد البصراوي، صباح الخير شيف غادة، الف سلام عليكي. شكرا جدا يا ابو محمد على سؤالك. كمان شوشو، بجد اتعلمت منك كتير كتير، وخاصة الحلويات. شكرا يا شوشو. انا الحلويات، انا دايما بقول الحلويات اللي بعملها حلويات سهلة وبسيطة جدا، مش انا مش بروفيشنال في الحلويات زي التورت اللي بتتعمل وكده، بس انا بحب الحلويات الهوم ميد اللي انا بعملها، وبحس انها باينة قوي انها بيتي يعني، وفي الاخر بتبقى طعمها حلو قوي، بنعمل شكل كمان ظريف. بس يعني انا بحب دايما الحلويات اللي تتعمل تبقى شكلها مش منسق قوي، مش منظم قوي، بتبان قوي ساعتها ان احنا عاملين حلويات بيتي. خلاص، بصوا بقى الخضار ابتدى يتشوح ازاي اهو، والريحه كمان ابتدت تطلع. هبتدي كده احط حبه عدس يتشوح معاه عشان ياخد النكهه. شايفين اهو، لو حسيت انه محتاج حبه من السمنه البلدي نزود. هي دي اكتر حاجه بتاخد وقت فيه، التشويحه الحلوه دي اللي احنا بنشوحها ممكن نقعد فيها 10 دقايق بس، ونسيبه بقى في ميه مغليه جوه الحله لمده مثلا قول من 15 ل 20 دقيقه بالكتير قوي، وبعد كده بنبتدي ان احنا نضربه في الخلاط. يعني بصوا هنشوحه كده كويس، احنا المفروض عايزين نطلع فاصل، هنرجع من الفاصل. انا هسيبه يتشوح شويه، هنرجع من الفاصل هحطه هنا يتسلق براحته خالص، وانا عامله طبعا نسخه، رغم ان ده هيخلص على فكره على اخر الحلقه، بس انا بصراحه عملت نسخه احتياطي لايه لما يستويش، عشان عايزه اعمل الكفته واركز
اركز فيها، لان كذا حد كذا حد طلب مني الكفته المشويه بالذات التصبيعه بتاعتها. ماشي اهو، نطلع فاصل بقى ونرجع بعد الفاصل هنكمل وصفاتنا، وصفه العدس النهارده عشان البرد اللي احنا فيه ده مع الكفته اللي بصوص الطماطم. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. بصوا بقى، ممكن بس نقرب هنا. بصوا بصوا الكرانشي اللي احنا فيه ده اهو ده، هنحطه بقى هنا كده. ماشي طبعا. سخنه جدا، ده بقى اللي هيخليها ما تاخدش وقت في السوا. هنسيبه بقى كده براحته خالص ونقول سريعا عملنا ايه. حطينا سمنه بلدي سخناها كويس جدا، حطينا عليها مستكه من 5 لـ7 فصوص مستكه، حطينا 3 فصوص ثوم، حطينا بصلايه شوحناها كويس، كوسه، بطاطس، جزر، وشوحناها كويس جدا 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 لحد ما حسينا انها عماله بتقرمش كده على الصينيه. بعدين حطينا كمان البطاطس ومكعب مرقه خضار. حطينا ايه كمان نسيت؟ حطينا ايه فكروني؟ كوسه، بطاطس، جزر، بصل، فصوص ثوم، كمان العدس. شوحنا العدس كويس قوي، وهو اصلا عايزه اقول لكم الريحه دلوقتي اللي هي بسلق فيها العدس ريحتها حلوه قوي قوي. خلاص هغطيها بقى لحد ما يتسلق كويس، وهشوف بقى موضوع الملح والفلفل ده ايه بعدين. ممكن بس احط مكعبات المرقه بالمره. ايوه شريف معانا، مدام روحيه. صباح الخير يا غاده. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهو الحمد لله. عملت لك العدس. انا كذا بتصل عشان اشكرك يا حبيبتي. انا فعلا قايمه دلوقتي اعمل العدس. لا اعملي لو سمحتي بالطريقه دي. عملتيه بالطريقه دي قبل كده؟ لا ما عملتوش بصراحه. بس هي الكوسه اللي مش موجوده، لكن هعمل بقى بطاطس وجزر. مش مهم لو الكوسه مش موجوده مش مهم، بس شوحي التوم كويس قوي والبصل زي ما انا عملته كده. عندك مستكه طيب؟ عندي مستكه. طيب اعمليه كده ان شاء الله هتلاقي طعم جميل جدا غير اللي انت متعوده عليه. ربنا يخليك. صدقيني هو قاعد جنبي بيقول لي اعملوا لي بالطريقه دي هيدي له طعم تاني. ايوه هيدي له طعم ان شاء الله. ميرسي يا حبيبه قلبي. تسلم ايدك وربنا يكفاني نازله في الجو ده يا الدنيا برد قوي شايفه متكتكين. انا على فكره كتبت لك برضو على اللايف بشكرك. يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي. اسمك ايه على اللايف يا مدام روحيه؟ انا اسمي روحيه. روحيه ماشي حبيبه قلبي. ماشي يا روحي ماشي. متشكره قوي يا غالي. صباح الفل عليك. يعني جميله قوي الناس اللي بجد بتحب تتابعني وتصبح عليا، والناس اللي كانت واخده بالها ان احنا يعني او ان انا كنت اجازه وتعبانه. ميرسي جدا 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 على كل المكالمات والمسجات، بجد اسعدتوني قوي قوي. بس نكثف الدعاء شويه ماشي. طيب فاطمه السيد، صباح الخير يا اجمل واحلى غاده، كل سنه وانت طيبه وبخير. عايزه طريقه عمل الكشك. حاضر يا فاطمه، ان شاء الله الاسبوع الجاي نعمل كشك. نعمل بقى هنعمل اكلات اورينتال خالص الاسبوع الجاي كمان. من شوجر ده اكل زي الفل. طيب اميره مصباح، صباح الفل وياسمين ويا دودو، اشكرك. الدونات طلع جميل جدا، وكنت عايز طريقه اللانشون الاقتصادي. هنزلك دلوقتي طريقه اللانشون. احنا عملنا لانشون فراخ، وانا كنت وعداكم اعمل لكم لحمه، انا لسه ما عملتهوش. هنزلك دلوقتي لانشون الفراخ، اتعمل بطريقه حلوه جدا على فكره. والدونتس طب كنتي صوريه عشان ابص عليه. المقادير الدونتس صدقوني مظبوطه جدا 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 كمان عشان تجربوها، وان شاء الله هعملها لكم الاسبوع الجاي لان كذا حد كان طالبها مني. كمان ايمان سلطان، صباح الفل يا قمر. صباح الفل يا قمرين. زينب، صباح الورد عليك يا دودو، الف سلامه عليك يا قمر. شكرا يا زوزو. طيب كده الشعريه كمان خلصت، هحط لها بقى حبه كده من المية. بصوا انا بحبها الملونة دي، شايفين اللي هي شوية متحمرة وشوية يعني في 3 الوان هنا، انا بحبها بالالوان دي. خلاص هنحط كده حبة مية، ما نحطش مية كتير على الشعرية عشان تبقى مفلفلة.
اهي على نار هاديه خالص عشان ايه تستوي براحتها. طيب هنبتدي بقى دلوقتي اهي بس انت نزلت لنا اللانشون اهو. اتفرجوا على حلقه اللانشون على اليوتيوب بجد هتستفيدوا منها وهتتبسطوا قوي من الطريقه. طيب هوريكم بقى دلوقتي الكفته اللي الناس كتير طلبتها مني كتير جدا جدا. هنعمل النهارده كفته تتاكل مع العدس. طبعا العدس من الحاجات اللي ممكن ناكلها من غير اي ماده يعني اي نوع تاني من البروتين لان هو اصلا بروتين موجود جواه. بس في ناس بتحب تاكل كفته فراخ كفته لحمه فراخ مشويه جنب شوربه العدس. النهارده هنعمل كفته تتاكل جنب العدس وبصوص كده طماطم لذيذ جدا. حلو. محتاجين ايه بقى للكفته؟ محتاجين لحمه مفرومه، محتاجين بودره ثوم وبصل، سبع بهارات، كمون، جوزه الطيب، خضره اللي هي البقدونس او الكزبره الخضراء، محتاجين بصلايه. ودايما بقول على كيلو اللحمه المفرومه بصلايه وسط مبشوره بشر خشن عشان الكفته تطلع ماسكه نفسها ومظبوطه. خلاص نقلب كده بس. تعالوا بقى ايه نعجن الكفته مع بعض. اهي اللحمه المفرومه اهي، بنحط عليها بودره ثوم وبصل، كزبره، التوابل اللي عايزينها. ممكن نكتفي بملح وفلفل وسبع بهارات على فكره يعني، وهتطلع برضو حلوه قوي. ماشي يعني ممكن نكتفي بملح وفلفل والسبع بهارات، رشه كمون. انتوا عارفين بقى ان انا نسيت احط كمون هنا في جوه المرقه. الخضرة اهي، بصلاية بس. نبتدي بقى ايه نتجانس كده كل المكونات تتجانس مع بعضها. مرمر صباح الورد، صباح الورد يا مرمر. مريم صباح الفل على الأمراية، شكرا يا مريم. سولا نصري صباح الخير يا دودو، سولا من الكويت، بنحبك جدا بنتي، 3 سنين بتفرج عليكي وبستنى برنامجك. سولا انت اول مره تبعتي لنا اسمك، اول مره اشوفه. زي ما بقول لكم انا بفتكر على فكره كويس قوي الاسامي وكل الناس اللي بتبعت لي او بتكلمني في التليفون، يعني انا بفتكر الناس كلها. محمد حماده صباح جميل مع غاده جميل، شكرا يا استاذ محمد. كمان نوجة حلمي عايزه طريقه عمل البصاره. حاضر يا نوجة. مش عارفه عندي ولا انا عملتها قبل كده، هشوف. بس انت شوفي كده مقادير البصاره عندك. كمان ياسمين ابراهيم عايزه اكل للاطفال. نزلي المفتقه. انتوا نسيتوا المفتقه يا جماعه اللي انا كنت بعملها؟ ده انا عملنا مفتقه تحفه تحفه. ماشي ايوه يا بسنت، نزلي المفتقه. هنزل المفتقه وهنزل البصاره كمان. طيب بصوا بقى عشان اللحمه او الكفته. النهارده انا هعمل الكفته مبطبطه كده شويه، بس هوريكم التصبيعه الاصليه وبعدين نشوف مبطبطها ازاي. اهي حطوا 2 خلة خشب او متل اللي عندكم. ما عندناش ظهر الشوكه، مفيش مشكله خالص يعني كله بينفع. اهم حاجه بس نعمل كده ليه؟ الفتحات دي بتخلي الكفته ما تكشش وبتخليها كده زي ما احنا عايزين. بصوا يعني هي كده هنا. انا هعمل لكم تصبيعه الكفته زي ما انتوا طلبتوها مني بتاعت الايه محلات الكباب والكفته. خلاص اهي دي التصبيعه الأصلية للكفتة المشوية الخطيرة. ماشي اهي اوكي. نعمل 2 كمان. البصارة اهي دي بقالي كتير قوي ما عملتش بصارة، انتوا عارفين كده. بقول لهم بقول للناس ان فعلا انا بقالي كتير ما عملتش بصراحه.
تتعبني قوي البسوره دي. يعني انا اكلتها كمان متاخر، ما كنتش باكلها زمان، بس من الحاجات اللي بتتعب قوي بالذات الناس اللي عندها قولون، فنخلي بالنا يعني واحنا بناكلها. بصوا اهي الكفته، شايفين التصبيعه سهله قوي على فكره، طالما في حاجه كده. والمفتقه، هي المفتقه بقى يعني ايه؟ المفتقه دي انا كنت عاملاها بطريقه، وانا فاكره مدام ناديه اللي قالت لي لما كلمتني في التليفون، دايما يعني بفتكرها بقى لما بعملها، انها فعلا لما قالت لي اقدحي الاول الزيت والسمسم قبل ما تحطيها والدقيق، بتفرق جدا في الطعم، وفعلا فرقت في الطعم قوي. هوريكم، احنا لسه عندنا مفتقه على فكره، هوريها لكم. وطعمها حلو قوي، غير الناس اللي كانوا بيقولوا انها طعمها وحشه، لا طعمها حلو. مفيده قوي يا جماعه بجد للولاد الصغننين، بالذات اللي في البرد ده، العسل الاسود اللي فيها مفيد، عشان بس ال عايزين كده جسمنا يبقى قوي عشان يقدر يستحمل البرد والحاجات اللي موجوده. بصوا الكفته اهي، دي الكفته اللي زي اللي احنا عايزينها متصبعه. هعمل لكم بقى الكفته اللي انا عايزاها النهارده، اللي هي المبطبطه شويه. بصوا شكلها المبطبط اهي، يعني قلنا نوع من انواع التغيير. احط بس الكفته على النار. عيني عيني. واضح انها عجباك طبعا. نقطة زيت كده، ونحط الكفتة اللي ان شاء الله كمان تطلع طعمها احلى كمان من شكلها. بصوا طبعا نحطها في اي حاجه عندنا، مفيش مشكله خالص. معانا اميره. صباح الخير يا غاده. ازيك يا اميره، عامله ايه؟ ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي. نوار. الحمد لله، ميرسي يا روحي. ميرسي. الله يسلمك يا حبيبتي، انا ما يجيب لك حاجه وحشه ابدا ان شاء الله. يا رب امين يا حبيبتي، انا وكل الناس يعني. تسلم يا رب يا رب، امين يا رب. قولي لي اتفضلي. النهارده هعمل عسل بالطريقه بتاعتك. ايوه اعمليه لو سمحتي، صوريه وقولي لي طعمه كمان. هجربه، انا على طول ببعت لك على الماتيريال. إيه اسمك ايه؟ اميره علي. ايوه اميره، قولي لي اميره علي، هعرفك على طول. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله يا حبيبتي. اعمليه بقى وجربيه على طول، خلاص؟ جربه، اول ما اعمله والله هصوره وابعته. ماشي يا حبيبتي، ماشي ماشي يا حبيبتي. صباح الفل عليك. طيب بصوا بصوا بقى اهو، سخنه جدا، ريحه خطيره، يعني عايزه اقول لكم خطيره بجد، واللي هيدوقوها كمان هيقولوا لي انها خطيره. ماشي اهي، ايه رايكم بقى نطلع فاصل، هتكون الكفته استوت، عشان نكمل بقى الحاجه اللي هنعملها للكفته النهارده، هنعملها بصوص الطماطم مع خل العنب، ظريفه جدا. نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل، الشعرية اهي خلصت، حطها كده بس على جنب، انا حاسه ان الوقت خلص بسرعة قوي اهو. كده هنا هحط سمنة بلدي، هشوح بقى ايه البصلايه. عايزه اشوح البصلايه كويس، عشان بعد كده عايزه بقى اعمل الصوص بتاع الكفته سريعا جدا، وشكلي كده مش هلحق اعمل لكم المشروب السخن ده.
ان شاء الله نعمله ايه يوم تاني. اوكي انا بس كنت عايزاه تاخد ريحه الشوي. هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هحط هنا معلقه من السمنه البلدي مع معلقه ثوم كده ونقلب لغايه ما ريحه الثوم كده تطلع. احط الكزبره بصوا بقى دي الكفته اللي احنا عاملينها اهي اللي صبعتها لكم زي ما هي كده هنحطها في الفرن. كل اللي انا هعمله بس بالفرشه هدهنها كده ايه زيت بس ونسيبها في الفرن لحد ما تستوي. اهي دي اللي انتوا كنتوا طالبينها مني. الثوم اول ما الثوم يتحمر احط له ايه بقى؟ لو ما عندناش خل عادي، لو ما عندناش خل عنب نحط خل عادي، خل العنب الريحه الفظيعه اللي طلعت بقى مع معلقه سكر معلقه صغننه ماشي مع الطماطم المبشوره بس واسيبها بقى ايه تتسبك براحتها. هقلب كويس قوي احط لها ملح وفلفل وكل ده هحطه مع الكفته وهي سخنه كده. ملح فلفل اسود البصله البصله دي انا عايزه ادوبها اكتر كمان احط لها بس معلقه دلوقتي من الثوم مع حته صغيره تانية من السمنه البلدي. دي وصفه ثالثه للعدس على فكره، دي وصفه قصدي وصفه ثانيه، دي وصفه اولانيه العاديه خالص. شريف احنا لسه عندنا فواصل صح؟ لا لا مش عايزه اطلع دلوقتي انا بسال بس عشان ايه. لا ما اقدرش لا اقدر. كده طيب قبل بقى ما نطلع الفاصل اللي هقول للاستاذ شريف عليه دلوقتي. ماشي هنعمل ايه؟ عندنا توست ابيض وبني، ممكن نعمل الميكس وممكن نعمل لون واحد بس. اهو هقطعه زي ما انتوا شايفين كده مكعبات عشان اخلطه بالزبده مع الثوم وممكن ثوم عادي وممكن بودره ثوم وفي الفرن اهو. طبعا الزبده لما تيجوا تستخدموها استخدموها زي كده، اوعوا تحطوا بمعلقه او كده عشان اطراف الايد دايما بتحتاج ماده دهنيه. ده كمان مع بقى العدس كده وهو سخن اهو زعتر اخضر حبه كده بس وادخله الفرن.
قبل بقى نطلع فاصل عشان هطلعوا حالا دلوقتي، شايفين البصلايه اللي انا محمراها دي؟ الشعريه، بصوا الشعريه مفلفله ازاي، بهارات، رشه كمون، ماشي. ونطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل بقى هنقفل كل الوصفات اللي هي ايه، العدس ده هنضربه في الخلاط او بالهاند بلندر، يعني انا هنا طبعا هعمله بالهاند بلندر اسهل. بصوا كله، بصوا كله بقى طري جدا، شايفين؟ هنضربه كده مع بعض. ده بالنسبه للعدس. بالنسبه للشعريه دي هنشوف هنعمل فيها ايه لما نرجع لانها هتتعمل بالعدس برضو. الكفته هتكون ان شاء الله تسبكت بالطماطم، وعندنا هنا طماطم كمان تتسبك. معانا حبيبه، معانا حبيبه. الو. ايوه يا حبيبه، ازيك؟ انا بحب حضرتك جدا قوي. يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي، وانا كمان. اخبارك ايه؟ انا الحمد لله تمام. الحمد لله. انا بحب كل اكلاتك جدا. ميرسي يا حبيبتي. طب بتجربيها اهم حاجه ولا بتحبيها بس كده من بعيد لبعيد؟ لا انا بحبها بس من بعيد لبعيد. لا لازم تجربي. تمام ماشي. قولي لي يا حبيبه، انت في مدرسه؟ اه. اوكي، عامله ايه بقى؟ انا تانية ثانوي. تانية ثانوي، عندك امتحانات بقى صح؟ أوه. ربنا معاكي يا حبيبه قلبي، ربنا معاكي يا رب. عايز تساليني على حاجه؟ اه اتفضلي، انا سامعاكي. ممكن تعملي كيكه بصوص الشوكولاته؟ كيكه بصوص الشوكولاته، يعني كيكه فانيلا ولا كيكه شوكولاته؟ لا انا عايزه صوص الشوكولاته بس. حاضر حاضر يا حبيبتي. طيب تمام. ميرسي قوي ليكي. نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل، تعالوا مع بعض بقى نشوف هدوه بقى اخبار العدس ايه؟ تقيل، عايز يتخفف شويه، ده اللي احنا عاملينه سوا على فكره. خلاص؟ ده مش ال يعني الحمد لله خلص. نشوف بس ايه؟ هو سخن جدا بس هحاول ادوقه. حلوه قوي قوي، محتاج بس شويه ملح. طيب يلا بقى نغرفه ده بقى كده. بصوا بقى التوست اهو، كمان البني والابيض ده مع العدس يبقى طعمه حلو قوي. انا التوست ده من الحاجات اللي ما اعرفش اقاومها خالص، بحبه جدا. نبتدي بقى نغرف كده الشوربه. شوربة العدس من الحاجات التقيلة شوية، طبعا ممكن نخففها زي ما احنا حابين بس انا بحبه كده تقيل. خلاص فلازم يتقدم وهو سخن، عشان هو كل ما بيتقل كل ما بي ايه. انا كل اللي هعمله بس هحط له شوية مية مغلية بعد لما اخلص غرفة خالص. اهو كده. واحدة كمان اهو، تمام قوي كده. نحط بقى كده مية مغلية واحنا جايين نقدمه على طول، نحط له مية مغلية. وما تقلقوش من الحركة دي، يعني مش بيحصل حاجة خالص. هنعمل بقى حاجة بسيطة قوي دي برضو للناس اللي حابين يعملوا كده اللي انا عملته، الصوص الطماطم. بس انا مش هقدمها على الكل. بصوا هعملها، بصوا دي لو احنا فرد واحد اللي هياكل هنعمل ايه. حاضر حاضر اهو. اخففها بشوية مية.
بصوا عملنا النهارده عشان انا لازم اختم، عملنا عدس بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، لازم تجربوها. هنجيب الصوص ده اللي احنا عملناه ونحطه كده، ده للفرد اللي هياكل ماشي، فهنحطها كده في لوحدها ونحط له التوست الابيض على البني. خلاص دي طريقه، وممكن نجيب كريمه ونحط كده بطريقه خفيفه جدا الكريمه وعليها حبه زعتر كده. خلاص دي طريقه. نقدم بقى الكفته بسرعه جدا اهي. نحطها هنا كده، بصوا دي بقى الكفته هتتاكل معاها. عايزه اقول لكم لذيذه قوي 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 مع الصوص ده، عشان كده بقول ان دي اختياريه لصوص الطماطم ده، لان احنا لو هنقدمها مع الكفته مش محتاجين بقى نحط صوص طماطم على العدس. هنا بقى الشعريه اللي احنا مظبطينها دي اهي ماشي، هنقدمها مع العدس وهو تقيل كده. ده بقى وهو تقيل مش هنخففه خالص. يبقى كده عملنا عدس بالشعريه، عملنا كفته بصوص الطماطم، وعملنا كمان الكفته المشويه اللي هي في الفرن. يعني حتى لو انا قلت لكم باي باي هطلعها لكم وتشوفوها في الصوره. اهو معلقه واحده من خل العنب التوم، دي بقى طعمها فظيع بجد، بس هي دسمه شويتين بس بتدفي وطعمها حلو قوي. دي بقى لازم بجد تجربوها على طول. اهو شايفين عامله ازاي كده. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم. ما لحقتش اعمل لكم الهوت وايت شوكليت اللي بالمارشميلو، بس ان شاء الله اعمله لكم يوم تاني. وكده خلصنا وصفات النهارده، عملنا عدس شوربه عدس، عملنا كفته بصوص الطماطم، عملنا عدس بالشعريه، وعملنا لكم التوست البني والابيض ازاي يتقدم، وكمان الكفته المشويه. واشوفكم ان شاء الله على خير. باي باي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.